السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بس مريم، والنهارده هتكلم معاكم على النيو سنس. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن السايت سنس، الهيرينج سنس، والتاتشينج سنس. النهارده بقى هنتكلم عن السميلينج. هاو كان يو سميل؟ يعني الشم. تعالوا كده نشوف. match the good odor to the smiley face، يعني الريحة الكويسة الحلوة بالوش اللي بيضحك، والباد odor يعني الريحة الوحشة السيئة to the sad face، للوش الباكي أو اللي بيعيط الحزين. تعالوا كده نشوف. what is this؟ this is trash، يعني دي كمامة. أكيد طبعا هتطلع good ولا bad odor؟ good or bad؟ sure هتكون bad، يبقى نوديها لل sad face. طيب البرجر، طبعا ريحة الأكل بتكون جميلة ولطيفة جدا، فأكيد أكيد هنوصلها لل smiley face. so what about the perfume؟ البرفيوم يا ولاد أكيد ريحته كويسة جدا وكلنا بنحبه، يبقى أكيد هنوصله بال smiley face. fruits، أنا بحب ريحة المانجو قوي، يبقى أكيد هنوصل الفروتس بالسمايلي فيس. الباستا أو السباجيتي أكيد أكيد برضو بالسمايلي فيس. وكمان الفلاورز عندهم جود أودر، يبقى أكيد هنوصله بالسمايلي فيس. تعالوا كده نلخص كل اللي احنا قلناه عن السميل سنس. I can smell with my nose. I can smell with my nose. يبقى the nose is the organ by which I can smell. يبقى أنا بستخدم my nose، مناخيري أو أنفي، علشان أقدر أشم. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، بس إحنا طبعاً مكملين حلقات كتير مفيدة وشيقة جداً. بليز محدش يفوتها. أشوفكم على خير.